السلام عليكم أصدقائي. اليوم بس حبيت أشارك وياكم في البرنامج كلش مفيد يعني القنوات الناشئة في اليوتيوب. طبعا برنامج كلش مفيد، أعتقد هو برنامج حديث يعني وصار لفترة من نزل، اسمه سب فور سب. طبعا هذا البرنامج يعتمد على يعني اورجانيك، كله يعني اورجانيك، يعني ما مو كذب. يعني انا بصراحة جربته البارحة وحبيت يعني اشارككم وياه. طبعا هو يعتمد على يعني مشاهدات حية، مشاهدات حقيقية، ويعطيك على ضوئها نقود او خلينا نقول كوينز. فيعني حوالي 49 بالبداية. طبعا أول ما تسجل يعطيك 1000 كوينز، وهاي الكوينز ممكن تستخدمها يعني برفع فيديوهاتك، وخليها شلون تعطيها مثل الدعاية بحيث أشخاص حقيقيين يشوفوها. وعن طريق هذا البرنامج يمكن حتى تضيف لايكات حقيقية، كومنتات حقيقية، سبسكرايبر حقيقي. فهذا كلش تفيد القنوات يعني المستجدة أو الجديدة اللي بعدها يعني ما داخلة بتفاصيل بهذا البرنامج. أنا أشوف يعني عن تجربة، يعني تقريبا سويت أكثر من حملة انتخابية، قصدي حملة دعائية العفو. وهاي يعني هي طريقة ثانية عندي واحد لحد الآن شغال من باب التجربة. طبعا هو تقريبا ياخذ على يعني بين ال 290 كوينز على كل لايك. طبعا هو انت تتحكم به، يعني هي طريقة سهلة، تخلي اللايك مال الرابط هنا تدوسه، راح يطلع لك اليوتيوب قصدي الفيديو، وعن طريق الفيديو تريده فيو يعطيك اسعارهن، يعني 45 ثانية ب 900 كوينز. وهذا هنا تتحكم به، تقدر 120 تريده، 120 دقيقة ثانية، إذا أكثر يصعد زين. بس كل ما يصعد بقى السعر. أوكي، هو يعني أقل شيء ب 45 ثانية زين. فعادي تختاره، او هذا تريد سبسكرايبر، هذا هم اكو سعر يختلف تقريبا 3600 كوينز. اللايك كذلك سعر، والكومنت كذلك. وهذا طبعا كله اورجانيك، يعني ما لا تخاف، يعني لا الصفحه ما تقطق فول ولا هاي الامور. انا تقريبا هاي اول مره مجربها، بس يعني حسب تجربتي وحسب يعني اطلاع عليها ماكو اي مشكله بيها. طبعا هنا هم تقدر تشتري 50 كومنت، هنا تقدر 150 كومنت، 250 كومنت، ويعطيك هذا. واسعارها تقريبا تتراوح بين الدولارين الى 5 دولارات. هذا هاي تفيد الصفحات الناشئه اللي تريد ممكن يتعرفون عليها. ثاني حاليا مثل ما قلت لكم هذا عندي حمله دعائيه، وهذا صراحة شغلة يعني سهلة مو صعبة. حتى هاي مثلا هاي تشوفها 46 ثانية يعطيك 100 و 188 كوينز، وكذلك يعني. وانت تبقى انت وشطارتك، يعني بدل ما ملهيها تشوف فيديوهات وما ادري شنو، صفحتك نايمة ما بيها اي تفاعل، على الاقل شو تسوي لها تفاعل، تصعدها شوية حتى ممكن من تصعد اوتوماتيكيا. يعني هاي طبعا اللي يعني مشكله، اللي دا يصعدون مشكله بقضايا الانتشار، ما حد يشوفها يعني لاسباب كثيره. فاني بصراحه خليت لكم رابط الدعوه بمالتي البايو على التيك توك. هنا أنا راح تشوفوها، هذا الرابط، هاي تدخل على مالتي الصفحه على التيك توك، اركي لينك اركيتكتس، وراح تلقى بالبايو مالتي الانفيتيشن. اوكي، يعني واي استفسار واي سؤال اني حاضر، هم ممكن اساعدكم بيها للي عندهم مشاكل يعني ما يقدر هذا. بس ضروري انه تسجل من خلال هذا الرابط، حتى الكل ممكن يستفاد، حتى انت تستفاد من عندي وانا استفاد من عندك. يلا شكرا.